وصف رئيس مجلس الأمة اجتماع السلطتين الذي انتهى قبل قليل في مكتب مجلس الأمة بالإيجابي. وكان الغانم قد أوضح أنه كلف من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بنقل رسالة إلى النواب خلال الاجتماع الذي جاء بناء على طلب من مجموعة منهم لمناقشة قضايا محلية وإقليمية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للتو انتهينا من الاجتماع النيابي الحكومي بحضور معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والأخوة الوزراء الدفاع والداخلية والدولة شو مجلس الوزراء والعدل، وحضور تقريبا 28 نائب هم النواب الموجودين في الكويت جميعا. أنا في تقديري الشخصي بأن الاجتماع كان جدا إيجابي وكان ضروري عقده، خاصة أن لا يوجد أي إجراء لائحي يمكننا من الاجتماع سوى دعوة من الرئيس. وأشكر أخواني مكتب المجلس الذين عرضت عليهم هذه الفكرة ووافقوا على هذا الأمر. الأهم ما جاء في هذا الاجتماع بأني نقلت رسالة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لأبنائه النواب، وهي تتعلق بشقين. الشق الأول، يعرف الجميع بأننا نبحر في بحر لجي متلاطم الأمواج، والظروف الإقليمية المحيطة بنا هي ظروف استثنائية وظروف دقيقة. لذلك تمنى سمو الأمير على أبنائه النواب تحمل مسؤولياتهم والابتعاد عن الخوض في علاقات الكويت الخارجية مع دول المنطقة، وذلك لعدة أسباب، منها بأن سموه ودولة الكويت تلعب دور الوسيط العادل النزيه في العديد من القضايا الموجودة في المنطقة، القضايا الإقليمية، وبدعم أيضا دولي عالي. إضافة لذلك أن علاقاتنا مع الجهات الخارجية لها تأثير مباشر بأمن الكويت والكويتيين سواء داخل الكويت أو في الخارج، وكذلك هناك الكثير من المعلومات التي لا يمكن الإفصاح عنها إعلاميا ولا يمكن شرحها للناس، إلا أن سموه محيط بكل المخاطر والمخاوف الموجودة في أذناء أبنائه النواب، وهي أيضا موجودة في أبناء الشعب الكويتي ومأخذة في عين الاعتبار. هذا الجزء الأول. أما الجزء الثاني من الرسالة فهي ضرورة تحمل النواب مسؤولياتهم الوطنية بالحفاظ على اللحمة الوطنية وعدم دفع البلد للانزلاق في أي أمر يفرق المجتمع ويشتته ويدق سفين الفتنة فيما بينهم. وقد تحدث الكثير من النواب بأن احنا بمسؤوليتنا اما ان نؤكد لحمة المجتمع او ان نصرح تصريحات تؤدي الى انزلاق وفتنة سواء كانت طائفية او غيرها من انواع الفتن. وكان باختصار شديد رد النواب اجمعين باجماع 28 نائب الحاضرين رسالتهم اللي طلبوا مني، يمكن بداها الاخ عمر الطواعي ثم عبد الوهاب الواطي وبعض النواب اللي طلبوا مني شخصيا ان انقلها لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه، باننا نقف جميعا كنواب خلف القيادة السياسية وخلف سمو الامير في كل ما يتخذه من اجراءات، وباننا نعاهده بالحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى اللحمة. والنواب باختصار طلبوا مني أن أوصل الرسالة إلى صاحب السمو بأن احنا عصاك اللي ما تعصاك ونساندك في كل أمر تسير فيه. وأعتقد هذا ما يميز الكويت والكويتيين، بأنه بالرغم من وجود حرية سعرية عالي وبالرغم من وجود ديمقراطية إن احنا في وقت المحن نقف جميعا كالبنيان المرصوص خلف قيادتنا السياسية. المواضيع الأخرى اللي كانت موجودة في الاجتماع، كان هناك عرض من وزير الخارجية لآخر التطورات الإقليمية في المنطقة، بعضها لا يمكن الحديث عنه يعني في العلن، إلا أنه يعني شرح للأخوة النواب الكثير من التفاصيل، وقيام دور الكويت كوساطة بين دول مجلس التعاون، واللي نأمل إن شاء الله أن ينجح صاحب السمو والكويت في رأب الصدع الموجود في الجدار الخليجي. كما تم التطرق لموضوع خلية العبدلي بكافة اتجاهاتها وبكافة الآراء، ومن المؤكد الذي لا يحتاج إلى تأكيد بأن الأحكام هي عناوين الحقيقة، وأن القانون يجب أن يطبق
بحذافيرة وأيضا بمسطرة واحدة بعدما تم التطرق إلى قضايا أخرى، قضايا أمن دولة وقضايا مال عام وغيرها وإجراءات الداخلية في جلب هؤلاء المتهمين والفاسدين والخونة وتطبيق القانون عليه. وللمزيد من المعلومات حول هذا الاجتماع ينضم إلينا من مجلس الأمة مراسل تلفزيون دولة الكويت نواف الشراكي. مساء الخير نواف، بداية كيف تصف لنا نواف، هل تسمعني؟ نعم تفضل صالح. نواف بداية كيف تصف لنا أجواء الاجتماع خاصة عقب انتهاء هذا الاجتماع الذي جمع السلطتين التشريعية والتنفيذية وأهم الموضوعات التي تناولها هذا الاجتماع؟ تفضل نواف. نعم مساء الخير صالح ومساء الخير لكل مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. نحن متواجدين الآن في مجلس الأمة وقبل قليل انتهى الاجتماع الحكومي النيابي والذي كان بدعوة من رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم بحضور 28 نائب وبحضور أيضا 5 وزراء يمثلون السلطتين التنفيذية والتشريعية. وكان هذا الاجتماع كما سمعنا قبل قليل وعرضت لتصريح السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بأنه كان اجتماع إيجابي مثمر تطرق إلى عدة أمور، كان من أبرز هذه الأمور هو رسالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، الرسالة موجهة إلى نواب مجلس الأمة. وكان فحوى هذه الرسالة تتركز من الجانب الأول وهو حث النواب بعدم التطرق والخوض في علاقات دولة الكويت مع الدول الخارجية والعلاقات الخارجية لما قد يكون عليه تداعيات أمنية. الجانب الآخر أيضا تطرق إلى موضوع الإجراءات التي تكون يجب أن يكون هناك إجراءات متبعة من النواب، يعني تحمل مسؤولياتهم الوطنية لما فيه من لحمة وطنية تكون لها انعكاس أكثر إيجابية على الوضع الحالي. أيضا تطرق إلى موضوع شرح الأوضاع الإقليمية وأيضا إلى الأوضاع الأمنية المحلية. كل هذا الذي حصل في اجتماع اليوم كان نتيجته مثل ما تفضل السيد مرزوق الغانم بأنه اجتماع مثمر وإيجابي. وأيضا كانت هناك أيضا رسالة من النواب إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد بأنهم سوف يكونون داعمين إلى توجيهاته السامية وسوف يكونون على تكاتف ل تجاوز المرحلة التي نتعايشها الآن. نعم صالح. مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي كان معنا من مجلس الأمة، شكرا لك.